مساء الخير. الاسم معز الاسلام بوسلبو، جي 29 فون، عازف على آلة العود ومغني للطبع المعروف القسنطيني، طالب جامعي بكلية الحقوق. الانطلاقة الفنية تاعي كانت في يعني منذ الصغر، كانت في العائلة وين لقيت وسط فني، وين تشبعت بالروح الفنية، كانوا عندي تسهيلات بزاف. البداية الفعلية والانطلاقة كانت في 2004، وين دخلت الكونسرفاتوار، هزيت الآلة الأول خطرة. والانطلاقة كانت بالأخص مع آلة العود، يعني كنت نحب آلة العود من قبل ونسمعها بزاف. تم في الكونسرفاتوار اللي كانت عندي فرصة أني نتعرف على آلة العود أكثر ونتعلم على يد شيوخ، وفعلا هذاك الحب تاع العود ترجمته لاجتهاد وبقيت نتعلم في العود. إن شاء الله تقدر تقول حصلنا مستوى لاباس في العود. الأغنية اللي حبيتها وتولعت بها منذ الصغر تاعي كانت أغنية في المألوف، يعني هي من بطيحي في طبع المزموم، اسمها فارقني. فارقوني يا ترى هم يرجعون، ما بقى لي في لقاهم أطمعون، يا ليتهم ساروا قبل ما ودعون، وافترقنا عندما نزل القضاء. لولا آلامي ما صحت. في الحقيقة كل شرف أني كنت عضو في عدة جمعيات، منها مثلا جمعية نجم قرطبة اللي خدينا معها المركز الأول للمهرجان الحوزي اللي درنا في تلمسان سنة 2014، كذلك كانوا عندي مشاركات على المستوى الوطني في المسرح الجهوي تاعنا في ملك حداد، في الجزائر العاصمة، في عنابة. طموحي الفني أني إن شاء الله أكون فنان صادق يقدم رسالة صادقة تاع الفن، ونكون قدوة إن شاء الله في الفن هذا، ونحصلوا تعليم كبير في الفن هذا باش نقدروا نقدموا الأجيال اللاحقة لما لا بكل صدق بكل حب بكل شفافية. المحيط العائلي يعني هو محيط محبب لقلبي بزاف، لانه الانطلاقه تاعي كانت في العائله، وكيبقى المحيط العائلي قريب لقلبي بزاف وقاعده اللي بنيت عليه حوايج بزاف. المحيط الفني سواء اصدقائي ولا المعجبين، محيط كذلك جيد جدا، تربطني علاقه طيبه بزاف سواء بفنانين ولا معجبين، يقدموا الدعم، يقدموا نصائح، يقدموا خبرات، يعني ستان بلوس بوغ لارتيست كيعود عنده محيط فني مليح يقدر يدعمه فاسيلمون. كذلك مواقع التواصل الاجتماعي عندهم دور جد فعال، يعني فادوني انا شخصيا، تقدر دير لي ديغاك، تقدر دير قداش من حاجه، تقدم رساله، تقدر تفتش على حاجات تلقاها فاسيلمون، عندهم دور جد ايجابي في اي صعيد، سواء في الصعيد الفني ولا في الصعيد الرياضي ولا صعيد علمي، سمع عندها دور فعال وايجابي جدا. دونك مادام هاد المواقع مواقع التواصل الاجتماعي عندها حاجات بزاف ايجابيه، احنا ناخذوا بهاد الامور الايجابيه اللي فيها ونتفادوا كل ما هو سلبي. وبما اننا في ظرف حرج مثل هذا اللي نطلبوا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء، نقدم نداء ان لازم نلبسوا القناع الواقي تاعنا، لازم نحافظوا على رواحنا. هكذا لانه بالقناع الواقي راح تحمي الناس وتحمي نفسك من الناس، كذلك نحقوا التباعد الاجتماعي، نظافه شخصيه تاعنا، نصبروا شدوا وتزول ان شاء الله. أحكام موقضية، أمان 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 أمان، حكم الإله الإله محتوم، نصبر عن ما بيا، أمان 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 أمان، والحزن ليس ليس يدوم، يأتي الفرج في الآن، العبد من مولاه الحزن والسنوان، أمان 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 أمان، كلهم بأذن الله.